الآن إلى جولة الصحافة، ونستهلها بمقال المهدي مبروك في صحيفة العربي الجديد بعنوان احتجاجات أمريكا ذاكرة أسود وجرح لم يندمل. اعتبر فيه أن مقتل جورج فلويد يعيد إلى الأذهان اغتيال مارتن لوثر كينغ. وقال المبروك أن مقتل جورج فلويد قد اتسم بأمرين بالغين: انتشار فيروس كورونا وتصاعد خطاب شعبوي يقوده رئيس أهوج ضحى بالحد الأدنى من الإصلاحات الاجتماعية الصحية التي قادها سلفه الرئيس باراك أوباما. وبينما رأى أن هذه الحركات الاحتجاجية استطاعت على الرغم مما شابها من عنف أن تثير أسئلة تتجاوز مناهضة العنصرية، أضاف الكاتب أنه سيكون من السابق لأوانه توقع مآلات هذه الحركة الاحتجاجية، غير أن أو على الأرجح أن رئيسا شعبويا أو شعبويا أخرق سيدفع الثمن باهظا في انتخابات نوفمبر المقبل. في صحيفة العرب القطرية نقرأ مقالا كتبه إسماعيل ياشا بعنوان الفرق بين الشرعيتين الليبية واليمنية. رأى فيه أنه في وقت تتحرك معه الحكومة الليبية لتحقيق مصالح ليبيا، تبدو الحكومة اليمنية الشرعية وقد تخلت عن صلاحياتها ومسؤولياتها وتركت حكم البلاد وشؤونها الخارجية إلى التحالف السعودي الإماراتي. وأضاف: الفرق بين الشرعيتين الليبية واليمنية لا يخفى على أحد، فبينما هزمت الأولى الانقلابيين وحالت دون سيطرتهم على العاصمة طرابلس، لا تزال الثانية تراهن على التحالف السعودي الإماراتي، وهو رهان ثبت فشله منذ تدخل التحالف في اليمن. رأى أيضا أنه من الأفضل أن تأخذ الشرعية اليمنية دروسا وعبرا مما يجري في ليبيا، وتعيد النظر في أوراقها وحساباتها من أجل إنقاذ اليمن وشعبه الذي يعاني الويلات. وفي الشأن الليبي نقرأ في موقع ميديا بارت مقالا تحليليا اعتبر أن فشل الهجوم العسكري لخليفة حفتر هو إعلان نهاية حياته السياسية، لا سيما إذا بقي على قناعة بأن الحل العسكري للصراع أو الاستراع الليبي. وتحت عنوان ما قبل الساعة الأخيرة لحفتر، رأى روني باكمان أنه بعد فشل هجوم حفتر على العاصمة الليبية، يبدو أن تركيا وروسيا باتتا على قناعة أنه لا يوجد مخرج عسكري للصراع الليبي، وأن الوقت قد حان للتفاوض مع حفتر أو بدونه. وأضاف مقال ميديا بارت إلى أو أشار إلى تدخل التركي الذي قلب الموازين ميدانيا، وأكد أن إعلان حفتر ما سماه تفويض الشعبية لقيادة ليبيا من دون إثبات أي فعالية على الأرض، رغبة منه في تقليد الدكتاتور عبد الفتاح السيسي كما تقول الصحيفة، أثار غضب حلفائه لا سيما موسكو التي فوجئت بخطوته قبل أن تنأى بنفسها علانية عنه. صحيفة ليبراسيون سلطت الضوء على حفلات زفاف الأثرياء في مصر، والتي غزت مواقع التواصل الاجتماعي في وقت يعاني فيه الملايين من تداعيات فيروس كورونا. وقالت كاتبة المقال هالة قدماني: بينما كان الأطباء يدقون ناقوس الخطر في الأيام الأخيرة بشأن انتشار كورونا، وحرم الملايين من العمال من الدخل وتفاقم الفقر بفعل الوباء، كانت صور ومقاطع فيديو لحفلات فخمة نظمت سرا في فنادق فخمة على الشاطئ أو في الصحراء تغزو شبكات التواصل الاجتماعي. وأضافت الكاتبة: يبدو أن الوباء هذا العام لن يغير التقاليد على الأقل بالنسبة للأثرياء، إذ أصر رجال الأعمال والوزراء ونجوم السينما على تزويج أبنائهم وأقاربهم وسط عشرات الأصدقاء وأفراد الأسرة في انتهاك واضح لقواعد حظر التجمعات. ننهي جولة الصحافة كالعادة بكاريكاتير اليوم.